السلام عليكم، كما كان عودكم وكان وعدكم من جديد. هنا كنا شحال هادي كان نسمعو كلام كيعجبناش، ولكن اش غادي نقول لكم، حنا كنتمناو يفهمونا حتى هما ويخدموا معانا ونديروا مشاريع اللي تقدر تنجحوا حنا وتحيد واحد النسبة قليلة من الطلبة. كذلك بغينا المغرب يزيد قدام سيتو، وحنا كنلقاو هاد الصعوبات الاخرى كيهرسو فينا. صراحة دابا كنهضروا انهم كيهرسو فينا. الحكومة امتيهاش في ولاد الحومة اشهار جميل جدا. ايوا دراري، انا واحد الدري ماشي سياسي، ماشي فنان، ماشي رياضي، ماشي موسيقي، ولكن انا مسطي هادي. ايه علاش مسطي اخويا؟ ما عنديش العقل. علاش مسطي؟ ولا ما عنديش العقل؟ ولكن انا عندي العقل. لا انا مستوم عندي العقل، مستوم عندي العقل، عارف كما كاش عندي العقل ما غاديش ندوي، ما غاديش نشوف، ما غاديش نسمع، ما غاديش ناكل، ما غاديش نشم. العقل هو كلشي صراحه. العقل كما قرينا شي باينه، العقل فيه 6 حواس. دوك الحواس كاين الشم، كاين الذوق، كاين السمع الى اخره. اذا نمشي لمسألة الذوق، كنلقاو الذوق فعلا، الذوق له أهمية. فاش؟ من ناحية أنه كتحس باش كتاكل، باش مرة، حامضة، حلوة، الذوق. المسألة الثانية أنها كتدوز لذيذة جميلة، ماشي بحال ما كنشدنا الحاسة ديال الطبخ نبداو ناكلو بحال الصباغة، بحال العصير، بحال مبقاش حاسة هادي. تقول نشرب هادي، نشرب هادي، والو ما كاين حتى. سبحان الله، الله عطانا الطبخ باش حنا نميزو بين الخايبة والزوينة. حاجة اللي كتعجبك كتعجب في المنطقة ديالها، كل واحد اش كتعجبو، كاين اللي كتعجبو البيتزا، كاين اللي كتعجبو البصالة، كاين اللي كتعجبو خبيزة، كل واحد اش كتعجبو. مهم هنا دي مسألة الذوق، درنا بين قوسين مسألة الذوق. نمشيو مسألة أخرى وهي السمع. كاين شي ناس كما كان عندنا السمع، غتمشي كما كان السمع أولا عندنا، أنت ما غاديش تسمعني، ما غاديش تفهمني، فهمتيني؟ السمع عنده واحد الخلاصة القول، هو أنه كتميز هذا اشكال، هذا الصوت كتبان لك حمامه كتعرف صوت الحمامه، كيبان لك فروج عارف صوت فروج، كيبان لك كلب عارف صوت كلب. كتميز الصوت من خلال كائن حي. هذه بين قوسين حيدو من مساله السمع. الرؤيه، كون ما كانش الرؤيه انتما ما غاديش تشوفوني اولا، كاين ولا ما كاينش؟ ما سمعتش عندك المين اللي قال لك ماشي مش مهم، كاين وشكون كنيت ندون مهم، هادي ما كاينش. قال لك 45 دقيقة كيسالي الماتش. علاش؟ اللي جاوبني على هذا السؤال يربح معنا جائزة في الحلقة المقدمة. والآن ندعوكم في فاصل إشهاري. عندكم الروس فوردوش اش غادي يقول لكم ديال الحمام واعر. الروس فوردوش